تفاصيل أكثر نعرفها من هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد. مرحبا بك هبة، هل عرف سبب الحادث؟ تحية طيبة. ما تزال طبعا الفرق الدفاع المدني تبحث عن المفقودين داخل الأبنية المخترقة في المنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد، بعدما أن أنجزت مهمة إخماد الحريق بالكامل بيمتد لبنايات أخرى كانت مهددة أن يعني كانت مهددة أن تنشب بها حريق أيضا. يعني أنا سأعود معك لتفاصيل متعلقة بالإصابات، لكن كنت أسأل عن السبب، هل في هذه اللحظة عرف لماذا في الأصل شب هذا الحريق الكبير؟ نعم، فيما يخص طبعا أثناء التحقيقات أولية بأن كانوا يعني يتهمون صاحب البناية بحصول الحريق كونه أنه لم يلتزم بشروط السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني، وكذلك طبيعة المواد المخزونة في سرادي البناية التي تضح وجود بعض أنواع الغازات في أسفل البناية. هذا الغاز طبعا يستخدم بصناعات مختلفة ويحظى تخزينه في مواقع مغلقة، والمساعد الآخر على الاشتعال كان وجود مخزونات من العطور من العطور أصلا، نعم، مواد قابلة للاشتعال. نعم صحيح. طيب كنت تتحدثين في البداية نعم. عن يعني تفاصيل وملابسات إزالة الحطام، هل من أعداد حتى اللحظة نهائية فيما يتعلق بإذا كان هناك وفيات إصابات أو مفقودين؟ طبعا بعد انهيار المبنى يوم أمس أصيب قائد الدفاع المدني مع عدد من عناصره، وايضا اصيب عدد من المواطنين الذي رابطوا البحث عن ابنائهم. الى الان عشرات العوائل تنتظر ان يجدوا ابنائها الذين لا يزالون تحت دمار الحريق. طبعا وفرق الانقاذ رجحت وبعدم القدره على انتشار جثثهم كونهم وسط النيران منذ يوم امس ولحد الان. هذه العوائل طبعا جسدت معنى الالم الذي يعيشها العراقيين كل يوم وهم يفقدون أحبائهم. نعم هبة، تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الحريق في عدد من البنايات في العراق، هل هذا يعني يثير علامة استفهام فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة المعمول بها في البلاد؟ نعم جميلة، الحرائق في بغداد في العراق كافة باتت تحدث بشكل متكرر بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة والأمان وكذلك سوء التخزين. أغلب المخازن التجارية تفتقر إلى منظومات إطفاء تلقائية ولم تلتزم بتعليمات الدفاع المدني، حتى أنها بعد أن أصدرت مديرية الدفاع المدني بتعليمات تخص تخزين وشروط السلامة والأمان، طبعا وتصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة، وفي بعض الأحيان تغلق الأماكن. ومن الأسباب الأخرى مثل ما قلتها قبل دقائق، هو العامل المساعد اللي هو العامل المساعد للحريق هو استخدام مادة ساندويتش بانل في مشيدات المخازن. هذه المادة عبارة عن قنبلة موقوتة يتم استخدامها في البناء لانخفاض طبعا أسعارها، لكن هذه المادة تساعد على سرعة الاشتعال. كما في السابق يعني هذه المادة تسبب حرائق وتسبب طوارئ في المخازن. نعم يعني طبعا نسأل الله السلامة لكل الأشقاء في بغداد. أشكرك شكرا جزيلا هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بغداد.